اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات سامول عبد الملك. بشوية عاملين ايه؟ ودلوقتي عمل دلوقتي هنستقبل الضمير للجزء الرابع. يلا بينا. فضل يا ضميري، فضل يا ضميري، فضل يا ضميري. مش عايز يرد ليه؟ قصدي يعني مش جاي ليه؟ طب نشوف. الو، ازيك يا ضميري؟ اتأخرت ليه يا ضميري؟ اتأخرت ليه؟ مشغول في الحمام. هو ضمير بيعرف يخش الحمام اساسا؟ غريبة، هو بيخش اساسا الحمام؟ هو عنده رجلين اساسا عشان يخش الحمام ويمشي الحمام؟ انت بتكذب عليا، انت مش في الحمام. اهو بيعترف بلسان ان هو بيكذب، انت في الحمام بس بتعمل حمام في الحمام، ده ملوش معنى. يعني انت بتعمل حمام برضو، يعني قصدك انك بتشتغل في الحمام؟ يلا عرفت. واحد بيشتغل في الحمام، لا رفض. لا يا ضميري، لا انا مش هقول انت قلت ان الواحد المفروض يصبح على الواحد يقول له ازيك، انت قلت يصبح عليه احنا بالليل يا ابني. هات الدكتور عشان يخيط. خيط مين ده؟ طب انت هتيجي من الاخر غير ولا لا يا ضميري؟ انجز، انا ورايا شغل وفيديو ومونتاج وبريمير وخوف. خوف من ايه؟ معرفش، سنيش خايف من ايه عشان جسمي بيعشر، فاهم؟ اوكي، هتيجي؟ مش هتيجي؟ بصوا، مش بيحترمكم ولا حتى ثانية. كي باي، معلش ضميري يعني وحش. كي ام ايه السلام، متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب تفعيل الجرس علشان ما فاتكوش اي فيديو جديد، واكتبوا لي في الكومنتس لو انتوا عايزين جزء خامس. واساسا شكل كده عمل جزء خامس كده على طول. اوكي، ونشوفكم في فيديو جديد. Goodbye.